بقول ايه يا ابو تودو؟ نعم. انت قلت لي فرجني على فيلا النبراوي، اديني فرجتك. اي كلام بقى بعد كده ملوش اي لازمه. ده المليون ونص يا قباري. ولا كل ملايين الارض تكفي عشان تخلي اللواء النبراوي يوافق على بيع الفيلا؟ ده انت هتطلع لك بخمسين الف جنيه. اللي زيك بيحسبها بالفلوس. انا عمره كل ضيعته في الفيلا دي، عاوزني ابيع عمره كله بخمسين الف جنيه؟ وحتى لو وافقت قلت اه، لو فتحت اللواء النبراوي في مسألة بيع الفيلا دي هيطردني، وابقى بكده ضيعت عمري اللي فات وخسرت عمري اللي جاي. انا هقولك الكلام المفيد. سيادة اللواء ما بتنفذش بهدوء وراحة الا هنا في الفيلا دي. سيادة اللواء النبراوي اتولد هنا وتربى هنا، والفيلا دي هي الحاجة الوحيدة اللي فضلها له من ميراث المرحوم والده. بقول لك ايه يا سمسار الهنا؟ نعم. اديني كده عرض كتافك ومع السلامة، عشان انظف الارض كده من مطرح رجليك. يلا انكشح، مع السلامة. راحتك. يلا اخو، يلا 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 يلا. عاوزين يشتروا كل عمرك اللي راح يا سيادة اللواء. لا انا مش هقدر استنى لما يجي سيادة اللواء يا عباري. طب وهنستنى ليه بس يا ماما؟ اما الاكل قدامنا اهو، اتفضلي حضرتك. إن مش معقول ده يا باشمهندس سامي. هو سيادة اللواء هيتأخر كتير يا سيادة الطباخ؟ كلك ذوق يا جليلة هانم. أظن مش معقول إن سيادتك توافقي إنك تتغدي قبل ما سعادة البيت سيادة اللواء أخو حضرتك اللي هو صاحب البيت يعني ما يتغدى مع سيادتك. أنت هتقف تشهر لنا واحدة من قصايدك إياها؟ لا وإيه، بيلحنها وبيغنيها كمان. الله الله، يا عيني على الغنى يا عيني. مساء الخير. اهلا بسهوره. اهلا اهلا سيادة اللواء، اتفضل. منورين الفيلا. وجودك منوره بيك. باري، طبخت لنا شوربه الكوارع. امهار طبختها يا باشا. وحمرت صينيه البطاطس، وعليها كان فرخه شامورت النمائي يستاهلوا بق اللي هياكلهم. اخساره، أكيد الباشمهندس سامي وأختي جليلة هانم اتغدوا، مش معقول يكونوا ما اتغدوش لحد دلوقتي. معلش يا سيادة اللواء، ما هم هيلحقونا على العشاء. لا لا لا، ده كده يتأخروا على المرواح. يا سلام، ده مشوارهم لسه بعيد، فين لحد الإبراهيمية. يا خبر، أنا طبعا كان نفسي تتغدوا معانا قبل ما تروحوا. خلي واحدة ممكن، متهيألي مستعجلين على المرواح. ما احنا ممكن برضو نقعد يعني. أنا عارف أنا عارف نفسك عزيزة وما تحبش تاكل بره بيتكم. معلش، المرة الجاية بقى. مع السلامة. يلا سامي، يلا احسن، انا بطني هتتفرتك من الشبع.
مع السلامة. أنست وشرفت. لسه معدته بتهدم شوربه الكوارع وصينيه البطاطس. خلك ده معدته تهدم الزلط. بس تعرف انا كان نفسي فعلا انهم يتغدوا معايا. يا سلام، طول عمرك كريم يا سعادة البيه. كريم مش عبيط ولا أهطل. قطع لسان اللي يقول عليك إنك عبيط يا سيادة الأهطل. إيه؟ يا خبر، طلعت غصب عني يا سعادة البيه. خلاص خلاص سيادة الأهطل. بس تعرف لو أنا مش متأكد إن أختي جليلة دي وابنها سامي طمعانين فيا وعاوزين يورثوني بالحياة، كنت اديتهم نور عينيا. انما هتعمل ايه بقى لطمع البني ادمين؟ ايوه، خيرا تعمل شرا تله. انا جوعت يا باري. ايوه، سيادتك تحبي تاكل ايه الاول؟ متهيألي شوربة الكوارع بردت. لا لسه شوي، اديني بقى مغرفة ادوقها. حاضر. الله يا سيدي، ايه الطعامة دي؟ ادي 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 شوربة الكوارع اللي بصحيح. سيادتك تحبي تاكل ايه من الفرخة النهاردة يا سعادة الباشا؟ انا عاوز الصدر، حكله على 3 مرات. الصدر؟ سيادة اكلت امبارح السيدر، ما تخليها النهارده ورك. اديني ورك. الله. يا سيدي، ايه الطعامه دي؟ ادي الفراخ الشامورت اللي بصحيح. يا سيدي بالهنا والشفا يا سعادة البيه. يا سلام، بس انا خايف يعني لكون الاكله دي دسمه شويه على سيادتك. دسمه مين يا باري؟ ده انا معدتي تهدم الزلط. انا يعني خايف على صحتك. ما تخافش يا اخوي، بس خليك بعيد كده وما تخليش عينك في الاكل. الله الله، ايه الطعامة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ مش الدكتور يقول لي ما تاكلش غير زبادي ومسلوق؟ بقول لك ايه يا باري؟ اديني حتة من البطاطس اللي في الصينية دي. حاضر. مش هستطعم. حاضر. الله الله، ايه الطعمة دي؟ ألف هنا وشفا يا سعادة الباشا، أظن معدتك اتملت خالص النهاردة. فكرك كفاية كده؟ آه كفاية كده. ماشي. بقول يا سعادة الباشا، سيادتك كده بقى تقوم تنام لك ساعتين بعد الأكلة الدسمة دي. Thank you.
بلاش وجع دماغ يا ست انتي. الله، الباشا لسه متغدي اكله دسمه تقيله وعاوز يريح. انا لازم اقابل سياده اللواء دلوقتي حالا عشان خاطر ربنا يا سياده اللواء. يا سياده اللواء، ابوس ايدك يا سياده اللواء. يا ست انت مش كده، انا في عرضك يا باشا. الو الو، مش عايز ترد؟ انا عارفك انت مين، انا عارفك كويس. الو، طيب رد، ردت الميه في زارك. يا سياده اللواء، عامله زي زمارة الانذار اللي هي فوقيه. انا عندي الدليل ان جوزي ابو ولادي بريء يا سياده اللواء. روحي قولي الكلام ده في مديريه الامن يا ام كلاويز. يا بيه انا عندي الدليل. سيبه يرن يا باري، ما تردش عليه، انا عارف هو مين. لا بقى يا بيه، انت مش عارف هو مين. يا ستي ده بيتي، انا عارف مين اللي بيتصل بيا وما بيردش. ده بقى ما تعرفوش. ما تلم لسانك، انت بتتكلمي على قدك. الله، يا بيه اللي على الخط ده انا اللي عارفاه. اهو اتخرس اهو، هيرني تاني. لا هيرني ولا حاجه ابدا، وشوف مصلحتك بقى وخلصينا يا فوقيه. اهو رن اهو يا فالح. ما تلم لسانك يا بنت انت. طب رد عليه وقول له خلاص يا واد يا جد الله. واد يا جد الله؟ لا ده انت زودتها خالص بقله ادبك دي. يا خال، الواد جد الله ده يبقى ابني، كاليزه مسميه على اسم سياده اللواء عشان تابع على ايده. أرد عليه يا بيه؟ رد يا باري، شوف مين اللي بيتكلم. حاضر، قول له خلاص يا واد يا جدل. أقول له يا سيادة اللواء؟ قول له يا باري. خلاص يا واد يا جدل. خلاص يعني إيه؟ أمي عندكم، إديها لي أكلمها. عاوز أكلم أمه يا باشا. كلميه يا أمه. خلاص يا واد يا جدل، البس احي واقف قدامي اهو، خليك انت في الكشك لغايه ما اجيلك. معلش يا بيه، انا اللي قلت له يتصل عشان لو نايم جرس التليفون يصحيك، كنت عارفه ان عم عباري مش هيرضى يخلينا قابلك. ايه بتحصريني من الجهات الاصليه الاربعه يا ام كلاويز؟ طيب روحي دلوقتي. يا بيه عينيا مش هتشوف النوم قبل ما اثبت براءه جوزي، وانا عندي الدليل. ايه دليلك يا فوقيه؟ ما هو لازم تيجي معايا بنفسك وتشوف الدليل بعينيك. جوزك مش هيفرجوا عنه بالليل، لازم النيابه تشوف الدليل بنفسها. خلاص، من طلعه الشمس هكون عندك، بس لازم تيجي معايا الليله دي وتشوف الدليل بعينيك. طيب يا فوية، حاضر ماشي. ان شاء الله بعد صلاه العشاء هعدي عليكي. استنيني قدام الكشك الساعه 8:12 دقيقه. حاضر يا بيه. مساء الخير يا عم الخضر. اسمي أباري يا حرامي. لا لا، أباري دي بقى في الدفاتر النيري، في السجن كان زمان، إنما دلوقتي بقى بينا وبين بعض لا مؤاخذة اسمك الخضر. قسما بالله العلي العظيم، لو ما كان ربنا تاب عليا ما كنت سبتك إلا لما روحك طلعت على إيديا. على مالك ومالي يا عم الخضر؟ ده احنا زملاء في سجن واحد 5 سنين، يكونك الاكل في اروانه واحده يا راجل. اسمع يا مشمش. لا 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 لا، بقول لك ايه، مشمش دي خلاص، كان زمان في السجن لما كنت لسه بطلع السلم من اوله، انما دلوقتي بقى انا اسمي روكي. روكي روكي يا عم الخط.
وعاوز ايه بقى يا سي روكي؟ هما كلمتين هتوصلهم للبيت بتاعك، بس امانه ما تقولوش ان انا اللي قلتهم لك. ايه هما الكلمتين دول؟ نصيحه. وانت بقى هتنصح سياده اللواء هتقول له ايه يا حرام الحله؟ حله ايه يا عم؟ ده انا دلوقتي بشتغل على كبير قوي. ما علينا. قول له ما يبقاش يتدخل في موضوع كاليزا. لا ده انت زودتها قوي. بقول لك ايه؟ انا عملت اللي عليا. اطلع بره يا حرام. طوعني. دي فيها لقمه طريه قوي عشان لو ما كانش ربنا تاب عليا. يا عم توبه ايه بس اللي انت بتتكلم عليها دي؟ انت كل ما تتكلم تقول توبت توبت. انت عايز تاكلني الاونطه؟ ده انت مقضي 20 سنه في سجن توره، ده انت متعود على اكبرها مجرمين. اطلع بره يا حرامي. انا هطلع بره، بس قبل ما امشي بقى هنصحك انت نصيحه صغيره قوي. قول لسيدك يبعد عن حكايه كاريزا، والا حقيقتك هتنكشف قدامه. حقيقتي ايه؟ الحقيقه اللي انت مخبيها يا ابو البيه. طب روح لحالك دلوقتي يا مشمش. لا لا روكي، مشمش دي خلاص، انا اسمي روكي. طب روح لحالك كده، يبقى هتحاول وهنقبضك. روح لحالك ووفر فلوسك وانا هحاول مع الباشا. يبقى اتفقنا. سلام يا عم الخوت. انا قلبي مش مطمن للمشوار بتاعك ده يا باشا. بطل قلق يا قبال. بس دول مجرمين يا باشا. ما انا طول عمري بتعامل مع المجرمين يا باشا. ايوه يعني، بس يا سياده اللواء دلوقتي يعني الصحه والسن ما عادوش يساعدوا. يموت الزمار وصباعه بيلعب. وبعدين ايه حكايه الصحه؟ ما الصحه عال وبومبا. الحياه تبدا بعد سن الخمسين. حق يا باشا، العمر عدانا. لا بعد الشر ده، انت قدامك لسه العمر بحاله يا خط الصعيد. انت اهي خط الصعيد دي هي اللي ودارت حياتي. ما انا اللي خدتك عندي بعد خروجك من السجن وتبت على ايديك. شاب كان لسه في عز شبابه والقاضي يحكم عليه بخمسة وعشرين سنة سجن، وديني من ساعة ما طلعت من السجن وسيادتك لاممنا اهو في البيت. ايه لمك دي يا قبال؟ لا لا لا، ده احنا اصحاب يا اخي. انت اللي عارف كل اسراري، انت اللي بتشيل همي. انا خدامك يا باشا. وبلاش خدامك دي قبال يا قبالي، احنا اصحاب. يبقى بلاش تخرج عشان. يا راجل سيبني اشوف مشكلة ام الكلاويز دي ايه. لو اتأخرت انا انام انت. انام ازاي بقى؟ ما خلاص ما راح النوم. طب ما تنساش تتعشى لي بيض مقلي بالزبده. الله. والحلو عسل نحل. يا عيني يا عيني. الفطير المشاتت ما تنساهوش. مار مار. وكمان لا كفايه كده عشان معدتي. تصبح على خير. مع السلامه. خلاص يابا، فلوسك ما عادش ليها لازم. كل حاجة انتهت يابا، انتهت. انتهت يعني ايه يا ابني؟ يابا ارجوك ارحمني، ابوس ايدك. انا اللي ابوس ايدك يا ابني. قول لي ابن درويش بهادر عمل معاك ايه؟ ابن بهادر طردني يابا، طردني. خلاص ارتحت؟ نارك بردت؟
عمر ناري ما هتبرد الا اذا انتقمت من ابن درويش بهادر، ولا هيهنا لي بال لذا كملت انتقامي منه ومن سلسال درويش بهادر كله. ايوه ايوه يابا، طلع اللي في قلبك. ماله اللي في قلبي يا ابني؟ اللي في قلبك واضح زي الشمس. واحد خارج من تأبيده علشان ينتقم من اللي رماه في السجن، لكن يا خساره خرج لقاه مات ومع ذلك صمم انه ينتقم من ولاده ولاد ولاده. ليه يابا؟ ليه؟ 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 عشان عمر اللي راح يا ابني، عشان 25 سنة قضيتهم في السجن كان السبب فيهم درويش باشا بهادر. كنت أتمنى إنه يكون موجود عشان انتقامي يكون منه، لكن انتقامي هيكون من كل عيل من عياله قصاد كل ليلة قضيتها ورا باب الزنزانة. ودلوقتي جاي تقولي ليه؟ ليه؟ عشان عمر اللي راح يا ابني. أنا اللي ضاع عمري يا ابني. ليه يا حبيبي؟ عمرك ضاع ليه؟ ما أنت هو بسم الله ما شاء الله أستاذ مساعد في كلية الآداب وعلى وش دكتوراه والسكة مفتوحة قدامك لحد ما تبقى وزير. فين بقى عمرك اللي ضاع؟ أهو أنت ما تعرفش إيه اللي واجهني يا أبا. ما أنا كان ممكن أنحرف، ممكن ابقى حرامي او نصاب او خريج لومان. الله يسامحك يا ابني، ما انت ما تعرفش ايه اللي حصل. اللي حصل انك سبتني وانا عندي 3 سنين. 3 سنين يابا؟ يعني سبتني قطه مغمضه في الشوارع؟ الحمد لله يا ابني، انت قدامي اهوتي يعني نضيف وملمع ولا ابن درويش بهادر نفسه. بس لو تعرف انا عملت ايه؟ عملت ايه علشان البس اللي انا لابسه؟ عملت ايه علشان اوصل اللي انا وصلت له؟ الحمد لله انك وصلت له يا ابني. بعد ايه يابا؟ بعد ايه؟ انا عارف يا ابني انك تعبت كتير في حياتك، بس المره دي كانت شديده قوي يابا. معلش بكرة تفلت منها زي الحنش. فريسة وما قدرتش عليها دلوقت، بكرة هتقدر عليها إن شاء الله. فريسة؟ يا ترى مين فينا الفريسة؟ إحنا ولا هم؟ هما مين وإحنا مين يا ابني؟ إحنا في حد قدنا؟ ما أنت هو بسم الله ما شاء الله لابس هدوم ولا هدوم ابن درويش بهادر نفسه. ولاد بهادر داسوا على رقبتي ياب. وهو وفيق هيروح مني فين؟ أبوه دخلني السجن وهو يكسر قلب ابني. أنا مالي ياب؟ ما أنا كنت في حالي. زقتني على بنتهم ليه بس؟ أنا زقيتك على بنتهم لكن ما قلتلكش خلي قلبك يحبها. انت اللي قلتلي اتجوزها، دي استاذه زيك في الكليه، شغلها خليها تحس بيك. ليه؟ كنت عايز تنتقم من عيله بهادر؟ كنت عاوز انتقم منهم. جوازي من لبنى؟ شفت؟ هو انا عار يابا؟ حار عايز ترمي بيه عيلة بهادر؟ شفت اللي حصل؟ هم اللي كسروا قلبي وحطموني. حطموك ده ايه؟ لا يا ابني، انت قدهم هدود، انت قد ديابت وتعالب البرد كلها. ايوه يا حبيبي ايوه. ادهم، انا همشي دلوقتي يا حبيبي، مكتوب عليا اجيلك في الضلمه وامشي في الضلمه عشان محدش يعرف ان انا ابوك. لغاية امتى يابا؟ لغاية ما ربنا يأذن يا ابني
وكله لمصلحتك. أبوك مات قدام الناس من زمان يا أدهم. هيفضل ميت لحد إمتى؟ لحد المولى ما ينزل يا ابني. يا عالم يا عالم، المولى هيأذن إمتى يا أبو؟ ربنا يهدينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم يا أحمد. السلام عليكم. تأخرت ليه يا باري؟ ها؟ لا أبدا، هجيب لك الدواء. لا أنا بطلت الدواء، الحبوب دي بتعمل لي توتر. فعلا لازم تعمل لك توتر، ما أصلها يعني كلها مواد كيماوية. حلوة المواد الطبيعية كويسة. طبعا، شوية الأعشاب اللي بتعملهم لي أبرك ألف مرة من الحبوب. أعمل لك شيح وشوية تليو. روح نام يا باري. نام. ما خلاص راح النوم. انت كنت فين الليلة يا باري؟ ابدا، هكون فين وانا ليا حد غيرك؟ انا بس يعني صليت العشاء في الجامع وجيت على طول اعمل لك الشيح والتليو. بس على شرط يكون سخن ومن غير سكر. حاضر. ما بقاش انا جد الله ان ما كان وراك سر يا بالي. يا ساعة كام دلوقتي؟ الساعة 8 الا ربع. طب ما الواد كان لسه معاده 8 ونص، ايه اللي جابه بدري كده؟ هو قال لي انه عشان يصحيك، خايف احسن تروح عليك نومه. طيب اعمل لنا قهوة على بال ما استعد. سيادتك ما بتشربش قهوة؟ طب اعمل لك الليزة قهوة يا اخي. حاضر. صباح الخير يا كليزة. صباح الفل يا ست اللواء. جاهز؟ جاهز يا فندم. بقول يعني يا ست اللواء، لو ممكن نشوف طريقة يعني. ايه؟ انت خايف ولا ايه؟ مخبيش عليك خايف، لو الجماعة دول كشفوك هنروح في الكازوزة. ما تخافش يا كليزة، جد الله عامل حسابه معاك. جد الله اتكل على الله. كله على الله. يلا بينا. اتفضل اتفضل. قعدنا كتير كده قدام الاكل يا استاذ وجدي؟ ماليش نفس. هادي تحن بقاله 4 ساعات. ده كان هيخنوني انا. انا لازم امشي حالا. تمشي تروح فين يا استاذ وجدي؟ انا حر يا اخي، انما لازم امشي وخلاص. عايز ترجع تاني تبيع فل؟ ماله بيع الفل؟ مش احسن مشحت؟ وتشحت ليه؟ مال اكل منين؟ استاذ وجدي يا فواخري، أنا ما عنديش اعتراض على بيع الفل ولا على حضرات السادة بيعين الفل، وانت باين وشك أبيض وزي الفل، وقلبك باين عليه كمان أبيض وفل الفل. ده موقفي المبدئي والنهائي من قضية الفل. لكن اللي عايز أقوله لك إن بيع الفل مش مهمة أكفى مدرس للمواد الاجتماعية في مدرسة دمنهور الثانوية. أنا نهيت المرحلة دي من حياتي تمام. أرجوكم أرجوكم سيبوني أمشي من هنا. تمشي تروح فين؟ استنى عندك أستاذ وجدي، أنت مقبوض عليك. أباري أفندم، قفل كل الأبواب بتوع الفيلا. كله مقفل. أنا بحذرك، لو حاولت تنط من أي شباك من الشبابيك هتنط على الجنينة. الجنينة مليانة نملة، أي نملة ممكن تكعبلك تقع على وشك. أباري أفندم، كتف الراجل ده وأكله.
عجبك الاكل؟ عجبك؟ ما عجبكش ان شاء الله ما عجبك. ان شاء الله ما عجبك. زغطه يا باري. زغطه زي ذكر الوز. باري افندم، عينتك حارس حاليا، لو اتحرك من هنا هحبسك بداله في اوضه الفرقان. اوضه الفرقان لغايه ما يبان لك انت اصحاب. ماشي. سديت نفسي على الاكل. زغطه يا باري. زغطه يا فندم. اقعد. الله 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 الله. اقعد عباري. عباري. اوه انا ما بعرفش انام في بجامات. الله انت يا اخو الالي يا اخي، مالها البجامه؟ الله. اوه بالراحه على ضيفنا يا عباري. مش عاجباه البجامه يا فندم. ليه يا استاذ وجدي؟ ليه؟ عارف انا لا يمكن اعرف انام بالجلابيه. عارف ليه؟ قول لي ليه. ليه؟ عشان لما اجي انام بالجلابيه اقعد اتقلب كده واتقلب كده، الجلابيه تبرم على جسمي تخنقني تصحيني من اجدح نومه. انا بقى مش عايز انام. ها يبقى لازم له كوبايه لبن دافي. كوبايه لبن دافي يا باري. خلاص فاكرني عيل صغير من الدقيق. لا يا استاذ وجدي، انت راجل كبير ومحترم، وعشان انت راجل كبير ومحترم مش لازم بقى تعمل عمايل الاولاد الصغيرين. انت هتشرب اللبن وتنام من سوكات وتسمع الكلام، والا هجيب لك العصايه وامدك على رجليك. قول لي يا استاذ وجدي، انت عمرك ما مديت تلميذ من تلامذتك على رجليه؟ هو في مدرس النهارده يقدر يلمس تلميذ حتى؟ زمان التلميذ اللي مديته على رجليه تعرف النهارده بقى ايه؟ كان عندي تلميذ مديته مره واحده بالعصايه على رجليه، بقى النهارده طبيب عيون مشهور. تلميذ ثاني مديته مرتين، عارف بقى ايه؟ بقى دكتور في الجامعه. بقول لك ايه؟ ما تيجي نكتف قباري ده هوت ونمده على رجليه، يجوز يتعلم القراءة والكتابة. ما انا بعرف تشاش يا فندم، يبقى حمده بشويش. هد نفسك يا باشا، بقى واحد زي سرحان تاجر الخردة ده يعمل فيك كده؟ ناس طالعين من تحت مستعجلين يدوسوا في رقبتنا، ناس زي الجراد اللي بيسحف على حياتنا، ياكل كل حاجة خضرة مزهرة فيها. طير النوم من عيني الله يجازيه. سم كده واقرا كده ايتين من القرآن وانت تنام ان شاء الله. طيب روح انت الاستاذ وجدي الفاخري عشيه وخليك معاه لغايه ما ينام هو الاخر. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. سياده اللواء عاوزني احكي لك حدوته قبل النوم يا عم شهريار. روح نام يا عباري. مش قبل ما تنام؟ حنام. مش قبل ما تتعشى؟ مش عاوز اتعشى. احسن برضه. بس لو سياده اللواء سالك قال لك عباري عشاك ولا لا هتقول له ايه؟ اطمن، هقول له عشاني وشربني اللبن الدافي وحكى لي حدوته قبل النوم. استريحت بقى؟ يلا اتفضل اتطرق، خليني اعرف اقعد لوحدي افكر في حالي واشوف هعمل ايه. انت ناوي على ايه يا مدرس الهنا؟ اللي ناوي عليه هتعرفه لما اعمله يا عباري. Thank you.
نهار ابيض، ايه اللي عمل في السته كده يا سياده اللواء؟ فكني ناوي. يا نهار ابيض يا دي المصيبه، اكيد هو مفيش غيره. هو مين بس يا باري؟ هو فيه غيره اللي ما يسماش. انا قلبي كان حاسس. الله، وجدي الفخري؟ طب ليه؟ حد عارف ليه؟ اكيد سرقنا وهرب. طب تعالى اتاكد. اكيد سرقنا. اتفضل اتفضل. وادي الخزنه اهي زي ما هي. ممكن سيادتك تفتحها يا فندم؟ ممكن طبعا، هي ما فيهاش فلوس كتير، انما الفلوس اهي زي ما هي. وادي الملف. ملف ايه يا فندم؟ لا مفيش حاجه، ما يهمكش. طب ما دام مفيش حاجه اتسرقت، يبقى الاستاذ وجدي اختفى ليه؟ انا ما يهمنيش اختفى ليه، لاني عارف. انا اللي يهمني هو راح فين. عايز ايه تاني يا باري؟ انت عارف. ما تجريش ورا الخراب يا باري. خراب؟ غلط ما حصل من زمان قوي يا ست ابوها. عاوز ايه دلوقتي؟ انا عاوز حقي. دي اخر فلوس هتاخدها مني يا ابني. ما هياش منك، دي من خير الباشا. انت شخصيا بتسددي ديون الباشا من ورا ظهر ابنه ومن غير ما يعرف، دي مشكلتك. انا شخصيا ما يهمنيش ابدا الا اني اخد حقي، وربنا وحده هو اللي يعلم اذا كنت انا مجرم ولا لا. كفايه يا اخي، انت ايه ما بتشبعش؟ ده انا بعت الحتتين الصيغه اللي كنت جايباهم في الرخصه عشان خاطرك. انت ايه؟ حل عني بقى. انا ما بشحتش منك يا ست ستات، لسه بدري قوي على مشبع من فلوس الباشا. انت عارفه قوي ان ده دين بيني وبينك وبينه، وانت بقى اللي قدامي ولازم تسددي. وانا يا ست الستات ما بسيبش دين لحد. كل دول تايهين؟ كل الصور اللي انت شايفها ملزوقة دي من 60 جريدة بس. في مدى شهرين عدد التايهين 120 واحد، وبحسبة بسيطة يا عم عباري هتلاقي الناتج كارثة. وأي كارثة؟ ودول بقى من جريدة واحدة بس، في حين ان احنا بيصدر عندنا كل يوم 4 جرايد. لو قلنا في واحد تايه في كل جريدة يبقى في اليوم 4، يعني 120 في الشهر، يبقى في السنة ب1440 واحد تايه. خبر أبيض يا ليلة، مش طالع لها نهار. إيه ده كل؟ ودول بس اللي أهلهم نشروا عنهم في الجرانين. هو فيه تايهين تانيين؟ أكيد، اللي أهلهم ما نشروش عنهم. زي ده اهله بعت له جواب. جواب؟ اقراه لو سمحت يا استاذ وجدي، بس بصوت عالي. ابني الغالي ايمن سعد همام، لم يعد يهمني نجاحك او رسوبك في الامتحان، كل ما يهمني ان تعود. عد ولا تخشى شيئا. هل تذكر أني كنت أقول لك إن الرجال لا يبكون؟ لقد بكيت كثيرا يا ولدي من أجلك، فعد رحمة بأبيك وأسرتك. أبوك الحزين سعد همام. إيه رأيك يا أستاذ وجدي يا فواخري يا معلم يا فاضل؟ إيه رأيك يا عم أباري؟ يعني ايه الرجال اللي هيبكون دي؟ ما هو ممكن يعني لا مؤاخذة الواحد ما يعيطش بالدموع، بس حياته بيبقى جوه قلبه.
بالدم وفي أب قلبه ما يتقطعش لما يتحرم من ابنه بالشكل ده. الله كرا ايه يا عم قبال اللي يشوفك بتبكي كده يقول انك تعرف ايمن سعد همام او تعرف ابوه؟ هو انا يعني لازم اعرفه؟ انا لا اعرفه ولا اعرف ابوه، بس اعرف الالم اللي ممكن يصيب قلب الاب. كرا ايه يا راجل انت؟ انت لا ليك ابن تزعل عليه ولا ليك اب تعرف الم قلبه. معك حق، انا لا عندي ولد ولا لي اب، بس افتكرت يمكن ولاد سيادتك اللي كنت دايما تتكلم عنهم، دكتور ودكتوره. الله، هو انا ولادي تايهين يا راجل يا عجوز انت؟ ما هم في غربة برضه. بس مش تايهين. وهم يعني بيفتكروا سيادتك بجواب إلا من كل حين ومين. يعني عايزني أبعت لهم ندى يتلزق في شوارع كندا؟ من يجد الدكتور أمل وأخته الدكتورة إيمان جدالة النبراوي اتصل بوالدهم اللي هو على المعاش جدل النبراوي. خلاص خلاص يا عباري، الولد والبنت هاجروا هاجروا كندا، زمانهم هناك قاعدين مبسوطين. طبعا لازم يكونوا مبسوطين، لازم. عشا ايه بس يا سياده اللواء؟ انا ماليش نفس. لا انت لازم تتعشى كويس، ورانا مهمه صعبه بكره الصبح. يا ريت كنا بدانا الليله. اللي عاجبني فيك يا استاذ وجدي حماسك. حماس ايه يا سياده اللواء؟ دي كارثه والله يا اخي. انا من ساعة ما شفتك وانا قلبي مقبوض، كاني مفيش وراك غير الكوارث. الله 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 الله، انت بتقول ايه يا عباري؟ تايهين ايه بس يا سعادة الباشا اللي احنا هندور عليهم؟ هندور على ايمن سعد همام، مين عارف جايز نلاقيه ونرجعه لابوه المسكين. وبقيت التايهين، اصلني بقى كل الاولاد التايهين دول لازم ترجعوهم لابهاتهم. يا ريت نقدر نرجعهم، يا ريت نقدر نلاقي نفسنا تايهه. انا بقول ايه، ناكل دلوقتي وبعدين نفكر ايه اللي هنعمله بكره الصبح. واقف كده كتير تبحلق في شبابيك الجيران. انت عارف مين دي يا خريج اللومان يا حاصل على بكالوريوس الاجرام من سجن طرق؟ نعمين. انت هتقف في وشي ولا ايه؟ اوعى. المجرم اللي حضرتك انيه عاوز يمنعني من دخول فيله خالي يا خالي. اولا اباري مش مجرم، انا انيه. اباري هنا زي اخويا بالظبط. ثانيا اقعد تعيش معانا. بقول لحضرتك ايه، الفيلا دي موقع استراتيجي هايل. يعني ايه يا ابن اختي؟ يعتبر نقطه هجوم هامه على قلعه من القلاع الحصينه للارستقراطيه المصريه التي تعيش في مدينه الاسكندريه على شاطئ البحر الابيض المتوسط. هجوم ايه وقلعه ايه؟ احنا هنحارب يا ابني؟ اقعد اتعشى وبعدين لت واعجن زي ما انت عاوز، بس ما تكترش عشان ورانا شغل مهم بكره الصبح. ماشي يا خالي. هنا يا سيد اللواء. ايه
أنا كذاب. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا دادا، يعني أنت ما لقيتيش غير الكذبة دي تقوليها؟ أنا كذابة، اعمل فيا اللي أنت عايزه يا ابني. معلش بس لو سمحتي بلاش كلمة يا ابني دي هنا يا لحسن. صاحبنا سيادة اللواء ده بيصدق أي حاجة تتقال قدامه. وأنت كنت فين؟ لقيتوها فين؟ ما عادش ينفع يا ست أبوها. الكذب ما عادش ينفع. كل حاجة انكشفت وبانت. وما كانش هيعرف دلوقتي، هيجي عليه يوم ويعرف. وده ايه ده الاخر؟ ناقص انت كمان تقول انك ابويا. لا يا وفيق بيه، يا وفيق باشا، لا مش هكذب عليك واقول لك ان ابوك، لكن هقولها لك ورزقي على الله، انا جوز امك. اخلص يا سافل. بتضحك علي انت كمان؟ اسكت يا عمر، خلينا نشوف ايه الكارثة دي. نعم، ما كانش ناقص الا انت كمان يا حسالة المجرمين تتطاول على اسيادك الشرفاء. انا عارف ان حسالة وفيق ابن درويش بهاد، عارف ان حسالة، وعارف ان خريج سجون، كل ده انا عارفه، بس كل ده ما يمنعش ان كنت في يوم من الايام جوز الولية الغلبانة دي. ويا ريتك تصدق ان الولية الغلبانة دي كانت متجوزة الباشا ابوك. ويا ريتك تبطل بقى العنطزة الفارغة بتاعتك ديت وتحاول تسمع الحقيقة. حقيقة ايه يا راجل يا مخبول انت؟ بلاش يا ابني، ما تفتحش على نفسك باب الخراب. في ايه يا دادا؟ في ايه؟ حد يفهمني في ايه؟ اهدى يا بيه ارجوك، انت اعصابك مش مستحمله. فهمنا يا عم قبالي، فهمنا ايه الحكايه بالظبط. الحكايه انا هقولها لك. لا يا قبالي، ليه طول عمرك قلبك اسود وطول عمرك بتكره الباشا، وانت جيت اشتغلت هنا عشان تنتقم من ابنه؟ ايوه يا ست ابوها، ايوه هي دي الحقيقه. ايوه تمام يا ست اللواء، انت رجيتك اشتغل عندك عشان ابقى جنب ولاد الباشا درويش بهادر، الباشا اللي ظلمني وخرب بيتي ودخلني السجن 25 سنة. وما قلتليش الكلام ده ليه من زمان يا راجل انت؟ كنت هقول لك ايه يا ست اللواء؟ كنت هقول لك ان المرحوم الباشا لفق لي تهمة القتل وحبكها حوالين رقبتي، وكان فيها إعدام لولا إن المحكمة حكمت ب25 سنة، مع إن هو القاتل الحقيقي، هو اللي قتل بإيديه واتهمني وحبكها. وطول عمري أحلف لك إني بريء، وجا الوقت اللي تعرف فيه الحقيقة. اخلص خالص يا مخبول أنت، كده الله الراجل ده لازم يخلص خالص. انا خلصت دوري معاك، انا كده انتقمت من درويش بهادر في موته. كده الله، بتسمع الكلام السافل ده بيتك وساكت؟ الكلام السافل ده هو الحقيقه اللي مش هتخليك تدوق طعم النوم يا ابن درويش بهادر، الحقيقة اللي هخليك تتقلب في نومك على جنابك زي كوز الذرة لما يتشوى على نار هادية. أنا خلصت دوري معاك، قدامك المدام أمك ومراتي، قبل أبوك ما يلفق لي التهمة ويطلعها مني بحكم محكمة. قدامك امك اهي، اعرف خلاصك معاها. استنى عندك يا راجل انت،
الكلام لسه ما خلصش. انا ما عادش عندي كلام اقوله يا استاذ. ايه رايك يا سياده اللواء؟ بتهيالي العيش والملح لهم حرمه يا باري. انا عمري ما خنت عيشك وملحك يا سياده اللواء ولا هخون. خلاص استنى عندك، انا هخلص كلام مع وفي بيه ومدام ست ابوها، وبعدين اجي هكمل كلام معاك. اتفضل وفي بيه. انتي كنت تايهه يا مدام ست ابوها؟ وهيئتوها يا بيه. قلتي لي بقى، واهلك اعلنوا من زمان انك كنت تايهه؟ من مده طويله، من زمان. من زمان قوي. سامع يا استاذ وجدي يا فواخري؟ عندك ايه ست محترمه مدام ست ابوها، اهلها اعلنوا من زمان انها كانت تايهه، اعلنوا في الجورنال. ايه رايك؟ تايهه ده ايه؟ ما انت عرفت الحكايه خلاص. لا لا، انا قصدي اقول لك ايه؟ ان ورا كل واحد تايه حدوته، مشكله اجتماعيه. اخد لي بالك. تقول لي انا؟ اذا كنت انا اللي نبهتك من الاول ولفت نظرك لحكايه التايهين دول. لان انا نفسي واحد منهم. حضرتك تايه من اهلك يا بيه؟ حكايه طويله قوي. هبقى احكيها لك ان شاء الله بعد ما تتعشى معانا، ويكون اباري رتب لك الاوضه اللي هتنامي فيها. لا اشوف لكم حد تاني يرتب، انا خلاص. خلاص ايه يا راجل انت؟ سيادة اللي هو اكيد استغنى عن خدماتي. اسمع يا اباري انت، انا متاكد ان حكايه جوازك من ست ابوها دي حصلت، ومتاكد اكتر ان وراك حاجات كتيره مخبيها عليا. لسه وراك خبايا كتير. قول عليا بقى بحذرك، قول عليا بهددك، قول عليا اي حاجه، انما لو رجلك عتبت ناحيه باب الفيلا دهيت انا هسجنك ضعف المده اللي سجنها لك درويش بهادر. شفت يا استاذ وجدي؟ شفت سياده اللواء طردني ازاي؟ انا كنت متاكد كده من الاول. انت غبي ليه يا راجل انت؟ طردك ازاي؟ انت فهمت كلامه؟ مش قال لو رجلي عتبت عتبت باب الفيلا؟ ما انت سامع بودانك. ايوه انا قلت كده، بس لو رجلك عتبت ناحيه باب الفيلا من جوه لبره، يعني لو خرجت من باب الفيلا ده هي مش هيحصل لك كويس. سامع؟ سامع يا باشا، سامع سامع. عن اذنك بقى اروح ارتب اوضه ست ابوها. ما دام ست ابوها، ولا كمان كنت متجوزها من زمان، يعني دي مهما كان برضو والده وفي بيه بهادر. حاضر يا باشا. على فكرة، اوعى تكون يا سيادة اللواء نسيت موضوع أيمن سعد همام. لا 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 لا، إن شاء الله من بكرة الصبح بدري هندور أنا وأنت والولاد عليه. منورين فيلا النبراوي. الفيلا منورة بصاحبها يا سيادة اللواء. تصدقوني لو قلت لكم إن أنا عمري ما كنت سعيد ولا فرحان في فيلتي دي إلا لما شرفتوني فيها. ربنا يشرف مقدارك يا بيه. وخصوصا وجودك يا مدام ست ابوها. انا مش عارفه كنت هعمل ايه لو سيادتك ما جبتنيش عندك هنا. ده كلام ده تقوليه؟ ايه جبتني عندك هنا؟ ده انت ضيفه عزيزه يجب اكرامها. يعني حضرتك صدقت الحدوته بتاعتي؟ طبعا، وما شكتش لحظه في صدقها. انا ساعات ما بصدقهاش. وقول يا ست ابو انت في حلم ولا عندي؟ وساعات اقول الحلم ده كابوس، واقول ما تخافيش يا ست ابو بكره الكابوس ده يروح وتفوقي. الحمد لله على كل حال. ونعم بالله، انت باين عليك حدوتك طويله قوي. يا حدوته واحده دي حواديت اهيتوها بتجمعنا كلنا. بس انا بقى توهتي توهتي طويله قوي قوي. مين اللي قالك تتوهي؟
مين يا ست ابوها؟ ما انت اللي تهتب مزاجك، صح ولا انا غلطان؟ دلوقتي جاي تتكلم على الصح والغلط؟ انا ما فيش في حياتي حاجه غلط غيرك. غلطت في ايه؟ قولي. ولا خايفه تفتحي السيره؟ سكت ليه؟ هتحكي بقى لسياده اللواء اللي امنك على دخول بيته ولا احكي انا؟ ما تفتحش علينا باب الخراب. الباب اتفتح من زمان يا ست الستات، والريح هبت بزعبيبها، وسبحان المنجي. هتقولي ولا اقول انا؟ انا عارف ان وراك اسرار كتير، بس سايبك انت اللي تقولها بنفسك. انا سعدت البيه، اتجوزت الست دي على ايد جوزها الاولاني المرحوم درويش بهادر من زمان، وخلفت منها. ابني فين يا راجل؟ ابني فين؟ ابني فين؟ الله الله الله، وديته فين يا مصر؟ وحيد الله يا ست ابوها، وحيد الله. انت مش بتقولي انك ام وفي بهادر؟ الراجل ده المجرم ده كان بيشتغل غفير في المحاجر عند درويش بهادر، ولما شافني طلب يتجوزني، فالمرحوم درويش بهادر قال لي وماله؟ ما انت قاعده بتخدمي العيال، اتجوزيه وماله؟ يعني ايه؟ انت عندك ولد تاني كمان؟ ايوه. خلفت منها ابن الوحيد. ايه ده؟ انت كمان عندك ولد؟ لما اتجوزته وحكيت له على حكايتي مع درويش بهادر، قعدت النار فيه، خطف الولد وقعد سنة مش عارفة هو فين، وبعد سنة جالي قال لي ابنك مات. مش صحيح، كذاب. أنا مش مصدقاه. ابني موجود؟ ابني فين يا مجرم؟ ابني فين يا ناس؟ ابني فين يا عالم؟ هقول لك بس بشرط. مفيش أي شرط. ابنها فين يا عبالي؟ شوف يا سعادة البيه، أنا سايب بيتك، هسيبه كده خلاص، ما عدتش لازمة هنا، وبصراحة كده كشفت وشي. أنا ليا شرط واحد عشان أقول لها ابنها فين. شرطك إيه يا عبالي؟ تجاوبي على سؤال واحد. أنت عايز تعرف إيه؟ مين اللي قتل بدران جعفري أبو عافية؟ ده مش هو التاجر بتاع المنشية اللي أنت قتلته؟ ما قلت لك يا سعادة البي، أنا ما قتلتش حد، ده أنا بريء، والخمسة وعشرين سنة دول ظلم في ظلم. مين اللي قتل بدران أبو عافية يا مدام ست أبوها؟ ما تخافيش، القضية بقالها أكتر من 30 سنة، يعني مش ممكن يفتحوا ملفها تاني. قولي لي بقى، مين اللي قتل بدران أبو عافية يا مدام ست أبوها؟ شكلك كده بيقول إنك خايفة على وفي بهادر. لا يا بيه، وفيق ملوش دعوة، وفيق ما يعرفش أي حاجة عن الحكاية. اللي قتل أبو عافية ما أتراخر، ربنا بلاه بالمرض الخبيث وانتقم منه ومات. اللي قتل أبو عافية درويش بهادر نفسه. مين اللي قالك كده؟ أنا نفذت شرط عباري. ما تفتحش علينا باب الخراب يا عباري. ابني راح فين يا عالم؟ ابني راح فين؟ أنا عشت زي البومة في الخراب ده طول عمري.
الليلة بس. هطلع للنور. هبقى نضيف زي ما ولدتني أمي. هبقى بريء قدام الناس زي ما أنا بريء قدام ربنا. وابني ما يخجلش مني ويطاطي راسه من أبوه المجرم خريج السجون. ابني فين يا مجرم؟ ابني فين؟ أنا بيه تهت طول عمري واتظلمت وانت عارف، وأنا كان يهمني أوي إنك تعرف إني بريء. الولد ابنها فين يا عبالي؟ الولد ابنها ابني شاب زي القمر يا بيه، هو كمان بيه وآخر حلاوة. بينك وبين ابنك 50 متر يا ست أبوها. كذاب! شفت لقمه بيتكلم عن وفيق بهادر؟ أبدا، أنا كمان ما أقصدش وفيق بهادر. ابنك زي القمر، متخرج من الجامعة ومتجوز جوازة هنية ومتهني هو كمان. اطمني، محدش يعرف إنه ابني، ولا إن المجرم خريج السجون يبقى أبوه. ابنك أدهم متجوز من فوزية بنت المعلم سرحان، وأدهم ابني ده يبقى أخو وفيق بهادر من أمه يا سيادة الإبن. سيادة اللواء عاوزه ليه؟ ما تسألنيش أنت، فين سيادة اللواء؟ نايم، لازم أقابله حالا. طب ادخل. تعالى ورايا. خليك انت هنا. كله عاوزك لوحدك. مساء الخير يا باشا. مساء الخير يا كليزا، ايه في الباب؟ حاضر. الشاب يا باشا اللي كلفتنا دور عليه. مين؟ الشاب اللي اسمه ايمن سعد همام. ماله يا كليزا؟ انا عرفت هو فين. وجدي يا فواخري. يعني جاهز؟ طبعا جاهز، والموس حامي وزي النار. اوعى الموس يطول. عيب يا عم نشارتي، الموس ده انا مدربه على ايدي وسايبه دلوقتي بيلهط في كيلو كفته وكباب وسلطه طحينه واخر اردغانه، وان شاء الله هننفذ الليله وهبلغك بشره خير قبل طلوع الفجر. طب خد حقك مقدما كده، بقى يبقى عندك العيب. طب مش تعدهم؟ عيب يا عم يا شرطي، هعد عليك برضه. يا راجل افتح الظرف وعد. حلوين
اهم يجيبوا الاسوره الذهب والتلفزيون والفيديو لبيت سماسه. دول 10,000 جنيه مقدمه، وليك عندي 2000 تانيين بعد العمليه هديه مننا. يدوم العز يا معلم. سلام بقى. مع السلامه يا رب. انت ايمن سعد همام؟ ايوه، بس انا ما عملتش حاجه. يا ابني ما تخافش، احنا جايين عشان ننقذك. تعال معانا. لما يرجع ما يلاقينيش يبقى يجي لو راجل يقابلك. يلا يلا يا ابني، ما تضيعش وقت. على فين؟ هي هتفرق معاك يعني؟ اي حته تانية هتبقى احسن لك من هنا. يلا يلا، امال ما تحصلانش. يلا هلا. اللي خايف يسقط في الثانويه العامه يقوم يهرب من اهله. اصل بابا مش عاوزني انجح وبس، ده عايز اجيب مجموع فوق ال 80% عشان اخش كليه الطب. طب واذا نجحت ودخلت كليه الزراعه ما ينفعش؟ لا، لان هو عايز ابقى دكتور، وانا خايف لا اسقط ولا طول طب ولا حتى معهد عالي. ايمن، قريت ده؟ ايه ده؟ ده جواب من راجل طيب قلبه بيتقطع لابنه اللي بيحبه. خد اقراه. اقراه بصوت عالي يا ايمن وسمعنا. ابن الغي ايمن سعد همام، لم يعد يهمني نجاحك او رسوبك في الامتحان، كل ما يهمني ان تعود. عد ولا تخشى شيئا. هل تذكر اني كنت اقول لك ان الرجال لا يكون؟ لقد بكيت كثيرا يا ولدي من اجلك، فعد رحمه بابيك واسرتك. ابوك الحزين سعد همام. يا باري في تاني؟ انت يا راجل، انت من يوم ما قعدت عندي هنا في الفيلا بعد ما خلصت السجن بتاعك وانا متاكد ان وراك اسرار كتيره، في ايه؟ ده اخر سنه من الاسرار يا سعاده البيه، هكشفه قدام سيادتك. وباذن الله هخرج من بيتك وانا نظيف، ضميري مرتاح زي اول يوم دخلته فيه. ايه الفلوس دي يا باري؟ ست ابوها عارفه يا بيه. هو انت كل حاجه تقول ست ابوها عارفه؟ ايوه يا واجد افندي. افندي دي اتلغت من زمان يا استاذ اباري. الفلوس دي بتاعتك يا ست ابوها، حرام يلزمني منها مليم واحد. انا ماليش فلوس. لا فلوسك يا ام ادهم اللي كنت باخدها منك فرده. فرده؟ فلوس دي فرده؟ ايه؟ ابتزاز يعني؟ ايوه ابتزاز. فلوسك اهي يا ست ابوها. متهيألي كده يبقى خلصت ضميرك وخلصت ذمتك. هو في الحقيقة في حاجة واحدة بس هعملها وابقى تمام التمام. بس أرجوكم محدش يقول لي اقعد ولا يسألني رايح فين. رايح فين يا باري؟ أنا عاوز أدهم بيه دلوقتي يا عم أباري.
قولي له عمك قبالي عاوزك ضروري. حاضر. في ايه يا سعدي؟ يا عم قبالي عايز ادهم بيه دلوقتي. ايوه ادخلي. انت اهلا يا عم قبالي. اتفضل. خير يابا؟ أدهم ما عادش ينفع يابا. خير؟ ما كانش ودي يا ابني أكشف سرك قدامنا سايبك. يابا أنا سري مكشوف. السر سرك أنت يا أبو أدهم. فوزية عارفة كل حاجة يابا. عارفة ايه يا بنتي؟ اقعد بس وروق يا عمي. هدي نفسك. أنا عارفة كل حاجة. أنا يا بنتي جاي أقول لكم كل حاجة. يا عمي أنا عارفة إن حضرتك تبقى أبو أدهم جوزي. وصدقني ده شيء كبره في عينيا قوي. المهم انه ما يخبيش حاجه عني، والاهم انه ما يستعرش ابدا من اصله. يابا انت عارفني انا ما اقدرش اكل مع حد في طبق واحد واغشه. انا قلت الفوزية على كل حاجه قبل ما نتجوز، واتفقنا يابا ما نقولش لحد. مش عشاني، عشانك انت يابا. واذا كنت عايز تاخد طارق من البهدرية فما تشيلش هم. قولي بقى تشرب ايه؟ متشكر قوي يا بنتي. لا متشكر ده ايه؟ لازم تشرب حاجة. ما احنا قلنا لك خلاص احنا عارفين كل حاجة. لا يا بنتي في لسه حاجة، حاجة مهمة قوي أدهم كمان ما يعرفهاش. يابا من غير مقدمات قول اللي عايز تقوله. أمك. أمي؟ مالها؟ لسه عايشة. لسه عايشة؟ أنا قلبي كان حاسس. هي فين؟ بينك وبينها يا ابني 20-30 متر. يابا أرجوك من غير مقدمات قول اللي انت عايز تقوله بسرعة. أمك يا ابني يا حبيبي تبقى ست أبوها. إيه؟ ده ست أبوها؟ شغال يطلبنا بهادر؟ وتبقى أم وفيق بهادر. مقباري ده ست ابوها تبقى ام وفيق بهادر وام ابن ادهم. انا كنت عارف ومتاكد انك مليان اسرار. آخر سر بكشفه لك قبل ما امشي من هنا واروح لحال سبيلي.
انت لازم تقعد معانا تحكي لنا كل التفاصيل. سامعني؟ كل التفاصيل. اقعد كده وروق دمك وقول لنا الحكايه ايه. انا مهم عندي قوي اعرف ادهم جوزي حبيبي ازاي يبقى اخو وفيق بهادر. لفيت لفيت ورجعت لاخوك ابو توتو يا ابو ادهم. ده بيبعتني عشان انا عندي كل التعليمات، بس ما كنتش اعرف ان هو انت. ليه نصيب اكل معاك لقمه بره السجن زي ما اكلتها معاك جواه؟ دي مش لقمه عيش، دي لقمه وز وفراخ وبط. انا صرفت كتير قوي عليك في السجن عشان اغير طعم اكل السجن في بقك بالوز والبط بتاع ام توتو، ومع ذلك عندي لقمه كبيره، هبره كبيره قوي. انا دايما اجي على سيره الهبر. عاوز ايه يا اخ؟ دياب بيبعتني. هو انت؟ ايوه. يبقى التنفيذ واجب، انا عندي كل التعليمات. وعاوز يشرب معاك القهوة المظبوط. ما هو لازم تتعب، ما هي هي دي دنيتنا. بس أنا تعبت يا تعب تعب. وماله؟ اللي زينا لازم يتعب عشان يحفر لنفسه حته في الارض يقف فيها. جايز قوي يتعب ويندفن فيها، لكن برضه يبقى اسمه لقاله متوى بدل الاوضه الكحيانه بتاعت ابوك دي، وكله بالفلوس. يابا انا ما بجريش ورا الفلوس، انا بجري ورا الشمس. عاوز تطول الشمس بايديك. ما هو الشمس يعني النهار، وانت عاوز يطلع عليك النهار تلاقي نفسك زيك زي بقيه الناس. وماله يا ابني؟ له عيب ولا حرام؟ أنا عارف إنك تعبت كتير في حياتك، لكن تعبك ده مش هيروح ببلاش، والديب اللي جواك أنا شايفه من صغرك، لازم يكبر، أنيابه تكبر، مخالبه تكبر، عشان تقدر ترفع قامتك وتبقى أطول من قامتهم كلهم، وكله بالفلوس. يابا الناس بيعايروني باصلي. اللي عايرك باصلك اديله على دماغه بالفعل مش بالكلام. اوعى تنسى القاسيه، القاسيه بعشر تمثالها لحد ما يسحفوا على بطولهم ويبوسوا رجليك، وانا عارف انك تقدر. لكن يابا فيهم ناس عندهم فلوس كتير ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه.
خد يا حبيبي. ايه ده؟ عصايه تقدر تصلب بها طولك. ايه ده يا ابا؟ 100,000 جنيه خميره ممكن تكبرها، وانا عارف انك تقدر. جبتهم منين يا ابا؟ ما تسالنيش. يا ترى عملت ايه علشان تجيب الفلوس دي يابا؟ الفلوس دي تمن ايه يابا؟ انا اتعذبت في حياتي كتير، لكن عمري ما مديت ايدي على فلوس انا مش تعبان فيها. خلي فلوسك عندك يابا، حد الله ما بيني وبين فلوسك. الحمد لله. خد فلوسك يا أباري. دي مش فلوسي يا بيه. ده حقك. ولا حقي. انت اشتغلت بيهم. انا اشتغلت مع ابو توتو مجاملة مني. لمين؟ احنا لا بنجامل ولا حد بيجاملنا. احنا بناخد اللي احنا عايزينه وبندفع تمن اللي احنا بناخده. أنا جاملت أبو تودو عشان زميلك في السجن يعني؟ مثلا. إحنا نقدر نرجعك السجن تاني إذا كان ظلم يا بيه، ماشي، لكن أبقى مجرم وبالأجرة كمان؟ ده مش ممكن يحصل أبدا. الفلوس اللي إحنا دفعناها ما بترجعش تاني يا راجل أنت. ثم إن مين اللي سلمك الفلوس دي؟ أبو توتو. ما رجعتهاش ليه لأبو توتو تاني؟ أنتوا فعلا بتشغلوا أبو توتو بيه، لكن جايز قوي ما تعرفوهوش كويس. ما تعرفهن. أبو توتو ده يا بيه زمالة أروانة وبرش، وكرشه يبلع المحيط. المحيط مليان حيتان يبلعك أنت ومليون زي أبو توتو. يا بيه أنا لو فوتت الفلوس دي على أبو توتو هيبلعها في كرشه تاني. خد الفلوس دلوقتي يا راجل وامشي من قدامي. حد الله بيني وبين الفلوس دي. خد الفلوس يا أبو أبه. الفلوس دي ما تلزمنيش يا أبو توتو. توتو سيبنا شوية. ماشي يا أبو توتو. اسمع أبو أدهم، سهل عليا أخد الفلوس دي، لكن صعب عليا أستحمل التفكير في اللي هيحصل لك لو ما خدتش الفلوس. وإيه اللي هيحصل يعني؟ الناس دول وعرين قوي يا أبو أدهم، ما يقدرش عليهم إلا اللي خالقهم. تعرف روكي والنشارتي وشركاه؟ دول ما يجوش 1 في المليون من دياب واللي معاه. المجرمين بقوا شكل تاني في البلد، بقت قلوبهم أكتر أسوأ. أنا عارف ومتأكد إنك اتظلمت واتسجنت ظلما وعدوانا، ومتأكد كمان إنك عمرك ما كنت مجرم في يوم من الأيام، لكن عايز أقول لك حاجة واحدة بس، أنت مشيت أول خطوة في طريق ملوش رجوع. طريق إيه يا بتوتو؟ انت طلبت مني اني اساعدك وخدتني للدياب،
وانا ساعتها كنت محتاج لقرشين عشان أأمن بيهم حياة ابن أدهم. وفعلا خدتك لدياب ماشي، لكن عايز أقول لك حاجة، أنت مشيت في طريق وفي سكة ملهاش رجوع، لازم تكمل الطريق للآخر. وما حصلش. هيلاقوك جثة هامدة في ترعة المحمودية، أو مهروس تحت سلاموكة من السلاموكات بتاعتهم. دول مجرمين. اعمل معروف يا أبو أدهم، ما تنشفش راسك وكمل الطريق للآخر. أنا اللي علي قلته وانت عليك الباقي. ايه رأيك عم أباري؟ في في الفلوس اللي معاك دي؟ مالها؟ انت اللي مالك؟ انت يا ابني عاوز ايه؟ عاوز اخدمك. في ايه؟ في الفلوس دي يا ابني. حيرتني، انت عاوز ايه؟ عاوز اجيب لك شقة ملمعة كده كلها ازاز فامي والوميتال وسيراميك على الارضية والحيطان والسقف كمان، ولو تحب اجيبها لك على البحر اجيبها لك على البحر، ومش هاخد منك غير عمرتي. صدقني يا ابني انا مش فاهم انت عاوز ايه. هجيب لك شقة تمليك. شقة تمليك؟ انه حامي تقاليد عيلة بهادر باشا ابوه. وفيق طبل اجوف في حقيقته وعاوز ياكل حقي في حتة الارض. مرام، عاوزك تفهمي كويس قوي ان عمري ما هكون وسيلة للانتقام من وفيق بهادر. انا هحاربه علشان حاجة واحدة بس، اجيب لك حقك منه مش للانتقام منه. حاربه لأي سبب انت عايزه، المهم تحاربه وخلاص. وفيق لس سرقني وسرق ورث ابويا ووزعه على اخواته. ابوه كان ماضي عقد مع ابويا في ارض الدخيله، والعقد على فكره معايا. مرام يا حبيبتي، ارجوكي علشان خاطري صحتك هدي اعصابك شويه. راجل صدقني، انا محتاجه لك قوي قوي اكتر مما تتصور. محتاجه لك تاخد لي حقي من وفيق، لان اخد حقي من وفيق هو كل وجودي. وفيق لص. صحيح انا في الاول ما كنتش مهتمه بارض الدخيله لانها ما كانتش تستحق، لكن دلوقتي لا. راجي لازم ترجع لي ارضي من وفيق. ليه؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا دونا عن كل اخواتي؟ كل ان يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ونعم بالله. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. أنا حبيت إخواتي كلهم، الصغير قبل الكبير. كنت بعطف عليهم كلهم بس بطريقتي. أو السر كله موجود في طريقتك دي. سيادة اللواء، أنا بنفذ اللي اتعلمته من أبويا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. أيوه
أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أنا طول عمري كنت صادق مع نفسي ومع غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. سيادة اللواء، أنا طول عمري بحافظ على أخواتي زي ما قلت لك بطريقتي. حتى مرام البنت دي أبوها مات وسابها يتيمة، النهاردة جاية تصفي حسابها معايا. رغم إني حاولت في وقت من الأوقات إني أتابع تربيتها وأشرف عليها، لكن أمها هي اللي رفضت. لو دققت شوية في الموضوع ده هتكتشف إني أنا كنت بدور على مصلحتها، لكن أمها هي اللي رفضت وملت قلب البنت بالحقد عليا. تصور. صدقني يا سيادة اللواء، أنا طول عمري أعرف أميز كويس قوي بين الحلال والحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. سيادة اللواء، أنا طول عمري كنت بحافظ على اسم العيلة، اسم أبويا. وبالوالدين إحسانا. أيوه، ابني النهاردة ابني الوحيد جاي يقول لي انه له حق قديم عندي زيه زي مرام. ايوه جايز، ابني له حق عندي، ده صحيح، لكن مرام بنت شريك ابويا. لا ايوه يا ستي، انا خلاص مش قادر استحمل كل ده عشان وفيق بهادر دخل الفيلا. انا ما عنديش استعداد لاي حد يقتحم بيتي من غير استئذان. يوه، بيتي انا كمان. ايوه بس هو كان جاي يزور اخوي. بصراحه بقى الحياه هنا مش عجباني. احنا متفقين من الاول. متفقين من الاول اننا نعيش في شقتنا. شقتنا؟ طب والفيلا دي؟ هي فين الفيلا دي؟ هي دي فيلا؟ دي بقت لوكاندا للتايهين. احنا كلنا تايهين يا مصطفى. لا الا انا. انا ما عنديش استعداد ابدا ان انا اتوه. ما عنديش استعداد ان انا اعيش في دار النبراوي للحياه السعيده. هي فين الحياه السعيده دي؟ الفيلا دي بقى أول خطوة في الحياة السعيدة. خطوة التايهين للحياة السعيدة. أنا لا يمكن أعيش بالطريقة اللي بيفكر بيها البيه أخوكي سيادة اللواء جدالة. ما تركبش دماغك يا مصطفى. أنا هركب عربيتي واروح على شقتي. إذا كنت عايزة تيجي تعيش معايا اتفضلي قومي دلوقتي. لا يا حبيبي، أنا ما عنديش استعداد بعد ما حطيت رجلي هنا إن أنا أطلع من الفيلا دي أبدا. بقولها لك تاني يا جليلة، إذا كنت عايزة تعيش معايا حصليني. ما عطلكش يا مصطفى، أنا مش هحصلك. إذا كنت هتخرج من هنا ابقى انساني وخد عنواني. هتوعدني؟ أوعدك. هتمر على كل عيلتك الليلة إن شاء الله، وتحاول تصلح كل اللي فات. أحاول. الليلة. الليلة.
أرجوك تنساني خالص يا وفي. انساني يا أخي. ازاي يا عمر؟ زي ما نسيتنا كلنا إن لنا أخت اسمها ليلى وأخ اسمه أحمد. البنت اليتيمة اللي كلنا حقها. وحرمتنا طول عمرنا ننطق باسمها. وكأنك كنت عارف إن المرحومة أبويا كان بايع لأبوها أرض الدخيلة. يا عمر أنا هصلح كل ده يا عمر. هتصلح إيه ولا إيه؟ عمر أنا بعمل كل ده علشاننا كلنا، علشان عيلة بهاء. بلا عيلة بلا كلام فارغ. أنت عملت كل ده عشان نفسك أنت أولاً. أنا يا عمر. أيوه أنت اللي وزيت ابنك عشان يجي هنا ويسرقني. ابني شريف يسرقك؟ أيوه سرقني. وما تستهبلش. يا خسارة أنت بقيت تتكلم بطريقة أنا مرضاهالكش. لغيت ألفاظ زي أبيه مثلا، وجدت عليك ألفاظ زي ما تستهبلش. للأسف الكلام ده بيقلل من قيمتك كتير يا عمر، بيقلل من قيمتك عندي. أنا اللي ربيتك. ابني أنا سرق منك إيه يا عمر؟ سرق العقد الابتدائي اللي إخواتك باعوا بيه الفيلا دي. سامع؟ ابنك اللي أنت وزيته عشان يسرقني، يسرق بيت عمه. ليه؟ عشان فيلا بهادر تفضل على وش الدنيا؟ قلت لك بلاش الالفاظ دي. يسرق وزيته وبيت عمه؟ الكلام ده بيقلل منك كتير. بس يا ابني حرام عليك. بس تعالي معايا يا امي. على فين؟ تعالي معايا على بيتي. لا انا ما اقدرش اعيش غير هنا، حتى لو هقعد شغاله. تشتغلي ده لابن مريم لما تولده. افرح يا وفي، الحمل طلع كاذب. انا كان متهيألي ان انا حامل، كان نفسي اجيب ولد لعمر، لكن اطمن مفيش وريث للفيلا دي عشان انا عاقر ما بخلفش. انا حاولت اكون ام لابنك شريف زي ما انت كنت اب لجوزي، لكن للاسف ابنك طلع حرامي. سرقنا واحنا ظبطناه وخدنا منه العقد. اذا كنت متصوره ان انا حشمت فيكي عشان حملك طلع كاذب تبقي غبيه، لانه ده كان هيبقى ابني عمر اخويا، يعني في مقام ابني تمام اللي بتقولي عليه دلوقتي انه حرامي. منطق معكوس، لان شريف ابني كان بيحاول يسترد اللي اتسرق منه. لكن اعمل ايه، ما انت شاطره طول عمرك بتعرفي تلوي الحقيقه. مولبه كبيره قوي يا مريم. معلش ما قلتليش الكلام ده ليه قبل كده يا عمر؟ بقول لك ليه؟ ما انت طبعا هتنكر انك وزيته. قلت اسيبك على عماك لحد ما اقدر ارد لك القلم. وعموما يا وفيق انساني خالص، من النهارده لا انت اخويا ولا اعرفك. خد بق ميه وهدي نفسك. شكر. المهم انك مش زعلان مني يا ابن عمي. ده كفايه مجيتك لحد هنا. اتفضل القهوه يا باشا. ملوش لزوم. انا اصلي لسه عندي كم مشوار في العيله. خطوه عزيزه يا باشا، نرجو انها تتكرر. شكر.
عن إذنك. اتفضل. واللي حصل بيني وبينها ده هيتصلح ازاي بس يا وفيق؟ اسمع يا هي، مفيش حاجة في الدنيا ما تتصلحش، المهم يكون عندنا احنا النية. انوي انت بس انك تصالح مراتك. انا برضو اللي صالحها؟ انا اللي اتاخدت فلوسي وانضحك عليا اروح اصالحها؟ وانت اللي بتقول الكلام ده برضو يا وفيق؟ فلوس ايه بس يا يحيى؟ هي الفلوس دي رايحة لمين؟ انا عارف، علم علمك. هتروح لأولادك برضو. اسمع يا يحيى، انت ظروفك غير ظروفي انا، وبعدين انت تقدر تحل المسألة دي بمنتهى البساطة، هما كلمتين مفيش غيرهم. روح لإقبال وقول لها إذا كنت قلقان على المستقبل وخدت الفلوس دي علشان كده ما تخافيش. قول لها أنا جوزك وأبو أولادك، وأنا أهم عندك من مال الدنيا. يا أخي اللي أعرفه أنا كويس إن إقبال إنسانة طيبة، كفاية قوي إنها تحملت جوازتك التانية. أيوة بس ما تسرقنيش. شوف يا يحيى، أنا أخوك الكبير وواجب علي إني أنا أنصحك، وأرجو إنك أنت تاخد بالنصيحة دي. يعني إيه العقد مش سليم يا وفيق بيه؟ يعني مزور يا راجل. مزور؟ هو علشان بيلزمك تسلم بحقوق مرام يبقى مزور؟ أستاذ راجي، أنت راجل صاحب مبادئ وأديب، وأنا ما أحبش إنك أنت تتورط في اتهام الآخرين بتهمة زي دي. بالعكس، مش أنا اللي بتهمك، ده حضرتك اللي بتتهم مرام. علشان كده أنا مضطر أقف جنبها وأدافع عن حقوقها الثابتة في العقد اللي معها. ما حصلش، مرام ملهاش حقوق متسجلة في ورق ولا مكتوبة في عقد. مرام ملهاش غير اللي أنا قدمته لها السنين اللي فاتت، ومستعدة أقدمه لها في كل وقت من غير علم إخواتي. ويمكن يكون ده هو السبب اللي خلاها تلجأ لورق متفبرك. مش أنا يا وفيق بيه، مش أنا اللي ضميري يسمح لي إني أخد حق غيري. أنا مش عمر بهادر اللي سمح لنفسه إنه ياخد مجهود وشاء راجي ويفبرك بيها مؤلفات مش هو اللي كاتبها. مرام أرجوكي بلاش الموضوع ده لو سمحتي، انت كده بتخرجي عن الموضوع اللي بنتكلم فيه. وفيق بيه، انا شايف ان حضرتك تعبان ومرهق، يا ريت يعني بعد اذنك نأجل الكلام في الموضوع ده، وانا واثق ان الايام كفيله تبين مين اللي كان صح ومين اللي كان غلط. معاك حق يا استاذ راجي، بس اللي انا برجوه لما تكتشف في يوم من الايام انك اتورطت في مواجهه معايا ما كان لهاش مبرر، وانا مش قادر افهم لحد دلوقتي ايه سببها، ارجو انك انت تبقى تعتذر لي. تصبحوا على خير. شرفت يا وفيق بيه. اتفضل. اشوف وشكم بخير يا جماعه. ايه ده؟ ده كلام يا وفيق؟ ده انت حتى يا راجل ما شربتش قهوتك. انت جيت في ايه ورايح في ايه يا وفيق اخويا؟ معلش يا فيفا، انا كنت الحقيقه جاي عايز اطمن عليكوا، والحمد لله اطمنت. انت اطمنت لكن انا قلقت عليك. ارجوك يا وفيق اقعد شويه فهمني في ايه. زيارتك دي مش عاديه. معاكي حق، هو الحقيقه ان انا كنت جاي عايز اقفل معاكي موضوع قد ما بيسبب لك من احزان، قد ما بيصير جوايا احساس بالذنب. صحيح الموضوع ده هو اللي جابني، لكن دلوقتي بفضل ان انا امشي من غير ما افتحه واجدد لك احزانه. انا فهمت دلوقتي قصدك ايه. اتكلم يا اخويا، انا اللي يهمني احساسك انت. بشرط تكون دي آخر مرة نتكلم فيها في الموضوع ده. صراحة أنا مش فاهم أي حاجة، كأنكم بتتكلموا في ألغاز. بجد أنا مش فاهم أي حاجة. اتكلم يا وفيق. في يوم من الأيام
الأيام قلت لك علمي ابنك يعتمد على نفسه، اديله الثقة وعلميه الشجاعة واديله مفتاح العربية. ما كنتش أعرف إن النصيحة دي هتكون سبب في ضياع ابنك وحيدك اللي كان ابني أنا كمان. ومرت السنين والمرار والحزن بيكبر جواكي، وشعوري بالذنب بيكبر جوايا أنا كمان. أنا آسفة يا وفيق، حقيقي أنا آسفة، وأوعدك قدام شفيق إني مش هجيب سيرة الموضوع ده تاني أبدا. هو مؤكد يا وفيق إنك بلغت قوي في تفسير مشاعر أختك وحملتها أكتر من معناها. أيوه مظبوط، أرجوك يا وفيق ما تظلمنيش ولا تظلم نفسك، سيب من جواك الإحساس ده. إحساس إيه يا جماعة؟ اللي حصل ده كان كله قضاء وقدر، ومحدش أبدا كان يقدر يمنعه. أكتر لحظة بكرهها في حياتي هي اللحظة اللي أشعر فيها إني متهم قدام حد من إخواتي اللي العمر جري مني وأنا حاسس إنهم أولادي. أنا آسف إن أنا جاي في وقت مش مناسب. أنا عارف إنكم كنتوا بتستعدوا للنوم. الحقيقة إن أنا جاي من مشوار طويل ورحلة شاقة، وعشان كده وصلت لكم متأخر. معقول اللي أنت بتقوله يا وفيق؟ ده بيتك، بيت أختك وبيت أخوك، متأخر ده إيه؟ ده كلام يا راجل، اتفضل اقعد. الحقيقة كل ما الظروف بتجمعنا احنا الثلاثة بشعر للحظة كده بشيء من الاستغراب والدهشة. احنا ثلاثة اخوات، اخويا من امي، متجوز اختي من ابويا. صدفة؟ يمكن تكون صدفة واحد في المليون، لكن لها قانون، هو القانون الالهي. مالك يا ابي وفيق؟ ماله يا لبنى؟ ما وفيق اهو زي الفل. ايه يا ادم مالك؟ صحيح مالك يا ابي وفيق، في ايه؟ حقيقة يا لبنى انا طول عمري كنت بعتبرك بنتي مش اختي. طول عمرك كنتي اخر العنقود في وسط اخواتك، كنت صغيرة والدلوعة بنتي. جايز كنت بقسو عليكي في بعض الأحيان، لكن ده كان عشان مصلحتك انتي. حصل حاجة للادي يا أبي؟ هما كلمتين يا لبنى، كلمتين بس نفسي أقولهم لك. في إيه يا وفي؟ خير؟ أنا عايز لبنى تتأكد إني عمري ما قصدت أزعلها. يوم ما كنت بحس إنك زعلانة كان قلبي بيتقطع عشانك، ويوم ما كنت أشوفك فرحانة كان قلبي برضو بيطير من الفرح علشانك. تصبح على خير. أنت من أهل الخير يا أبي. طب ثانية واحدة أوصلك. متشكر يا أدم، تصبح على خير. وأنت من أهله يا أبي. وفي احنا طبعا سعداء جدا بالزياره المفاجاه دي، بس في حاجه حصلت حضرتك قلقتني. شوف يا ابني، انا طبعا قادر افهم كويس الدوافع اللي خليتك تعمل اللي انت عملته مع عمك عمر، لكن ده ما يمنعش اني اقول لك ان اللي حصل منك ده كان غلط. عمي شريف زعلان من نفسه جدا عشان حكايه العقد مع عمي عمر. أنا فعلا يا بابا مش عارف أنا اتصرفت كده إزاي، لكن أوعدك إنها مش هتتكرر. بابا هو ده السبب الوحيد للزيارة ولا في حاجة تانية؟ لا فعلا هو ده السبب الوحيد. بابا حضرتك باين عليك تعبان قوي، إيه رأيك لو تبات معانا النهاردة؟
أنا فعلا تعبان ولازم أرتاح، أشوف وشكم بخير. عمي إيه أشوف وشكم بخير دي؟ لا يا بنتي هتصبح على خير. شريف. أفندم يا بابا. يا ابني أنت عشت عمرك كله بعيد عني لحد ما بقيت شاب عيل، وأنا بشكل أو بآخر ساهمت في اللي حصل لك ده كله، وجايز أكون قسيت عليك، لكن صدقني قسوتي دي كانت عشان مصلحتك. يا سيدي استحملني بجملة عيش، اللي عايزه منك تاخد بالك من نفسك ومن بنت عمك مراتك. تصبحوا على خير يا ولاد، تصبحوا على خير. بابا تصبح على خير. ثانية واحدة يا ابني بهاد، بيه بعت لك رسالة بيقول لك خلي بالك هتلاقيه دايما تحت جلدك. من وفيق بهادر إلى زوجته وأخواته وابنه الحالي وابنه القادم بإذن الله. لا داعي للكلام في الماضي الآن، فقد عشناه معا. اذكروا فقط أن أخاكم الأكبر كان حريصا على أن يظل اسم عائلتنا مرفوعا. ربما أكون قد تجاوزت في حرصي أو بالغت في حبي حتى بدا أننا وصلنا إلى طريق مسدود. صحيح نحن أسرة واحدة، لكننا من أجيال مختلفة. هذا ما تعلمناه في الماضي وما تعذبنا به في الحاضر، فليسامح كل منا الآخر. قد سامحتكم، فهل تسامحوني؟ ولكي أساعدكم أنسحب أنا لينفتح الطريق أمام مستقبل جديد بلا وصاية من ميراث قديم، وليس لي من رجاء إلا أن تثقوا بأن أخاكم الأكبر يحمل لكم جميعا حبا كبيرا في قلبه. Thank you.
توفيق ازاي؟ اللواء جد الله كلمني في التليفون وسالني على وفيق. قلت له اننا مقاطعينه ومش لاقينه، واخواته كلهم بيدوروا عليه ومش عارفين يعملوا ايه. يكون جرى له حاجه. ومالك خايفه قوي كده؟ خايفه بس ومذعوره ورا خوفك ورعبك وزعرك، حزن غريب جوه عينيكي، صح؟ مصيبه لا يكون حصل له حاجه. ده انت زعلان عليه فعلا. يا سلام، مش اخويا ولا ايه؟ اذا كنت ناويه تلعبي عليا قولي من الاول، واذا كنت ناويه يعني تعملي بروفة عشان شكلك قدام اخواتك على وفيق ماشي، قولي لي وفهميني. ما انت عمرك ما هتزعلي على وفيق، وبعدين جديد عليا حكايه اخويا دي. طبعا وفيق اخويا. صباح الخير. صباح الخير. عرفتوا اللي حصل لوفيق؟ اللي حصل باين على وش اختك العزيزه اهو. هيكون اختفى فين بس؟ اختك خايفه عليه قوي. وفيق ساب رساله لكل اخواته، رساله يودعهم فيها. اطمني يا لالا، اكيد بخير. الحمد لله. فهميني، انت زعلان عليه صحيح ولا ايه؟ الله، اخويا يا ناس مش عايزين نزعل عليه. ومن امتى بقى حكايه الاخويه دي؟ اللي يشوفك دلوقتي ما يقولش عليك بتكرهيه طول عمرك. ايه الحب ده كله؟ ومين قال لك؟ انا عمري ما حبيت وفيق، بس ما اقدرش افتح عيني واغمضها وما القاش حواليا وفيق بهادر. في لحظة واحدة حسيت الدنيا حواليا فراغ. معقولة دنيتي مبقاش فيها وفيق؟ كنت بتزعلي مني لما اقول لك ده اخونا وطول عمرك في عركة معاه؟ اتعارك معاه اه، لكن ما يبقاش موجود في حياتي. لا، انا عارفه وفيق كويس، حاسه بيه كويس، بس انا كنت بكابر. لما كان بيبصلي كان بيبقى وشه فيه كل قسوه الدنيا، بس في عز ما كان بيشخط وينطر كنت بحس جواه حنيه غريبه، حنيه حقيقيه. في عز غضبه كنت بحس بوشه بفرحه، فرحه بيا لمجرد اني شايله اسم بهادر. كنت بعاند وقعد اقول وفيق بيكرهنا، بيكرهنا انا واخويا، بس في نفس الوقت كنت متاكده ان وفيق ما يقدرش يكره حد شايل اسم بهادر. وكان لازم اجيلك رغم تحذيرك ليا ورغم خوفي وخوفك، كان لازم اجيلك. يبقى لازم وجعتك كبيره قوي يا حبيبي، زي عوايدك كل ما تيجي تسأل عليا. يابا أنا مش عارف أنا بعمل إيه، اللي أنا بعمله صح ولا غلط؟ هو أنا بدور على وفيق أخويا علشان أريح ضميري، ولا بدور عليه علشان أريح أمي ست أبوها؟ أنا عارف ست أبوها كويس، مش هترضى تعيش معاك، مش لأنها مش عاوزة تعيش معاك أو لأنها عاوزة تعيش مع أخوك ابن بهادر، لا لا أبدا. ست أبوها مش عاوزة تعيش معاك عشان ما تتعلقش بيها، وبعدين تسيبك وتموت. ست أبوها عاوزاك ما تحسش بطعم حب الأم، عشان لو سابتك قلبك ما ينكسرش. ست أبوها عاوزة تجنبك كسرة القلب، لأنها يا ولدها عارفة كويس أوي 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 معنى كسرة القلب،
ويا ترى مين اللي عارف كسرة القلب؟ هي ولا انت؟ انا اتعلمتها منها. طب هتفضل مستخبي كده لحد امتى؟ انا ابني بلوتي كبيرة قوي، وكويس قوي اني شفتك قبل مرحل. كله الهم يا حبيبي. اشيله معاك؟ كفاية عليك يا ابني، تشيل همك انت، تشيل هم نفسك وبس. انت حبيبي طالع على وش الدنيا وهموم الكون كله فوق كتفك. حبيبي لا حسيت بعطف اب ولا حنان الام دفاك. احنا ما عشناش معاك، لنا ولا امك. والحب اللي انت بتحبه لنا ده كله يا ابني لان ربنا سبحانه وتعالى حط في قلبك الحنان. ما انت يابا اتظلمت كتير، سجنوك ظلم، بعدوك عن مراتك وابنك، وانت انضف من النظافة واشرف من الشرف. بقول لك ايه، ما توجعش قلبي وتفضل انت قوم روح، خليني الم حاجتي واروح لحل سبيلي، وما تسالنيش رايح فين. وكل ما تسمح الظروف حتى هاجي عشان اشوفك، وكمل تدوير على اخوك وفي أبقالك مني. وكل العيلة قلقانة قلق ملوش حدود، حتى بابا القلق مخليه مش قادر يخرج من أوضة النوم بتاعته، عامل زي الأسد المحبوس عمال رايح جاي طول النهار. ومتهيألي بقى مش هيقدر يخرج من الحبسة دي إلا لما يظهر عم وفيق. يظهر إيه بس؟ يا دي المصيبة، أنا مش قادرة أصدق وفيق ممكن يختفي بالشكل ده. أنا معرفتش أروح فين ولا أجي منين، لقيت العربية جايباني لوحدها، عندي ريحة من ريحة أخويا. أنا عايزة أقول لكم على حاجة بس مترددة. أنا مراتي يظهر إن مش مكفيها إن العيلة بتقول عليها إنها شبه عمتها لبنى، عايزة كمان تلعب نفس الدور اللي بتلعبه عمتها لبنى. لبنى بهادر تبقى عمتي وعمتك يا شريف. أيوة يا هناء، بس عمتك لبنى مش قلقانة على بابا زي ما أنت عاملة كده. أنا كمان مش قلقانة. هي دي بقى الحاجة اللي انت كنت مترددة انك ما تقوليهاش؟ عمتي لبنى مش قلقانة وانا مش قلقانة، بس سبب عدم قلقي مش هو نفس سبب عدم قلق عمتي لبنى. دي فزورة بقى، دي زي فزورة اختفاء عمك وفيق. ابدا، عمتي لبنى مش قلقانة على عمي وفيق لسبب واحد، انها اتغيرت من ناحيته من ساعة ما عرفت ان امه تبقى دادة ست ابوها، اكنه كمسؤول ان امه تبقى دادة ست ابوها. طب وانت ليه بقى مش قلقانة؟ عم وفيق هو الأساس المتين في العيلة دي، طول عمره شايل العيلة دي فوق كتافه ومش ممكن يسمح انها تنهار. اختفاء عم وفيق يعني انهيار العيلة دي. أنا متأكدة إنه هيرجع، هيرجع عشان يفرح بحفيده اللي جاي. مش هتطلع تستريح فوق أحسن يا عمر؟ أنا كده مستريح. مش باين. عايز أحس وأعرف قد إيه كلنا كنا تعبين وفيه. معك حق. تعرف يا مريم، أنا عمري ما صدقت أي تعبير بيبان على وشي، لأن طول عمرك أي تعبير على وشك بيبقى عكس المشاعر الحقيقية اللي جواك. بس المرة دي معرفش ليه أنا مصدق إنك حزينة فعلا على وفي. أول مرة ما شكش في ذكائك. بس اللي نفسي أعرفه فعلا هو سبب حزنك على وفي. هتصدقني؟ أصدقك. أنا كنت بحس إن وفيق ده كل عيلتي، وأنا برضو بنتسب لعيلة بهادر حتى لو ما كانش بشكل مباشر.
أنا طول عمري بحارب يا عمر عشان يبقى لي جذور زي الشجرة. حتى كان نفسي أخلف عشان ولادي ياخدوا من الحياة الحاجة اللي أنا اتحرمت منها وهي النسب والأصل والعيلة. دلوقتي بعد ما وفيق اختفى خلاص ما بقاش في حاجة اسمها عائلة بهادر. خلاص يا زوجتي العزيزة قلبت الدفة. بعد ما كنت ضد وفيق بهادر بقيت معاه. تعرف يا عمر رغم المناقرة اللي بيني وبين وفيق إنما كنت بحس بالأمان وهو عايش معانا هنا في الفيلا من يوم ما سابنا وأنا ما بقتش بحس بالأمان. مش أنت اللي خططت وتكتكت عشان وفيق يرحل عن الفيلا؟ معاه حق يا ابني. إيه ده بقى؟ أنت معايا ولا معاه؟ أنا مع اللي يحب ابني. بس هي اللي دبرت ان هي نستولى على الفيلا دي. انا كنت بساعدك يا عمر كان نفسي تبقى صاحب ملك. كنت بساعد جوزي يا خاله بغض النظر بقى ضد وفيق ولا معاه. المهم ان انا كنت بساعد جوزي وانا قلبي بيقول لي ان احنا ان شاء الله هنشوف وفيق تاني. معقوله؟ معقوله يا ناس وانا حامل؟ اهدي بس يا عايدة اهدي. ايش عرفك بس انه سابك؟ امال ليه ما قاليش انه ماشي؟ تلاقيه ما كانش عايز يقول لحد عشان كده اختفى فجأة. حد وهي مراته تبقى حد؟ قومي يا عايدة قومي روحي لاخواته اسألي عليه تاني. ما حدش منهم عارف اي حاجة. ولا صاحبتك وجوزها؟ مين؟ وبتتكلمي عن متغطي ليه يا فوزية؟ ما تتكلمي كده وتجيبيها على بلاطة. فوزية مراتي عايزة تسألك محدش يعرف أي حاجة عن وفيق ولا حتى لبنى وجوزها أدهم أباري؟ يا جماعة محدش يعرف عنه أي حاجة. معلش ما تأخذنيش يا مرات ابن عم إن إحنا جينا لك في وقت زي ده بس كنا عايزين نطمن على وفيق. الحكاية ابتدت بلعبة وانتهت بغم. حكاية؟ حكاية إيه؟ حكاية وفيق وعايدة. عايدة ما تبقيش عبيطة. وفيق رجعلك يعني رجعلك. إذا ما كانش علشانك يبقى علشان اللي في بطنك. بطلي عباطة بقى. هو بس تلاقيه بيعمل الحركات دي على أخواته. ما انش عارفة البهدرية كلهم غاويين تكتك. تفتكري كده يا فوزية؟ إلا افتكر. وإذا ما كانش كده ما بقاش فوزية بنت المعلم سرحان. لازم يختفي علشان اعرف انا بحب الحب ده كله. اذا كان انا ما دورتش عليه مين اللي هيدور عليه؟ يدور عليه اي حد غيرك. وفيق اخويا انا. من امتى؟ من يوم ما لقيته. انتوا طول عمركم اخوات عملتوا ايه؟ بدل ما تقربوا منه بعدتوا عنه. انا كنت بعيد عنه جدا لكن دلوقتي ليش هم في الدنيا إلا إني أقرب منه. أنا لقيت أخويا ما
مش مستعدة افقده. محدش يعرف يعني ايه اخ، ومحدش يعرف يعني ايه الاخوه الا اللي انحرم منها. انا لازم الاقيه، لازم الاقيه حتى لو قلبت عليه الدنيا.